الو. الو، ايوه، ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله تمام. انا كان نفسي اكلمك من زمان جدا وكان نفسي اخد رايك في حاجات كتير يعني. انا تحت امرك. وانا من حظي الحلو النهارده، يعني حظي حلو ده جدا الحظ الحلو ان حضرتك معايا النهارده، ربنا يخليكي. طيب اتعرف بيكي. بلاش اسم. طيب كام سنه؟ 29 سنه. مرتبطة؟ أنا مخطوبة، بس أنا الحكاية طويلة. أنا قعدت بقالي فترة كبيرة، كنت مخطوبة أول خطوبة، قعدت 1.5 سنة فيها، حتى يعني كنا خلاص هنتجوز، بس حصلت وفاة والدي، البقاء لله. وأنا فما حصلش نصيب يعني، جرحني كتير يعني، فسبته. دي سببت لي طبعا عقدة نفسية بقى من الحب والارتباط وكل الكلام ده كله بقى. شفت حياتي في الشغل والحاجات دي. اتقدم لي حد أصغر مني بسنتين تقريبا أو حاجة كده، أنا ما كنتش مقتنع بيه، بس أنا كان عندي في البيت نوع من انواع الضغط بقى، احنا عايزين نفرح بيكي احنا، وبالذات طبعا والدتي يعني. لا، اللي هو الطلب الجماهيري بتاع كل أسرة، عايزين نفرح بيك وعايزين نفرح بيك. اه بالظبط، انا ما كنتش مقتنعه خالص بالموضوع. اتخطبت له وقعدت تقريبا 4 شهور، وهو اللي سابني في الاخر لاسباب حاجات غريبه جدا، اللي هو تحكم في لبسي، في الميك اب، في الحاجات دي. انا فكان ردي الوحيد انت شفتني كده، فرديت بيا بكده يعني، انا مش ستايلي مخالف خالص، لا عادي جدا. ولكن انت كده حظك كويس، يعني سعيدة الحظ ان هو سابك. هو سامني، بس والله زي ما انا يعني بعد ما سامني، انا حاسه ان انا مشاعري، ويعني حاسه ان في حاجه بتحصل جوايا، ما بقتش عايزه احب، مش عايزه ارتبط، خايفه بص، اتجوز. عايز اقول لك حاجة، لما حد بيسيب غير لما بيتساب، لما بيتساب بيتوجع حتى لو ما كنتش عايزاه، عارفه؟ حتى لو انت مش عايزاه اساسا ومش طايقاه وما كنتيش، وهو يسيبك يقوم معوج عليكي كده، ده بيضايقك وبتفضلي فاكره يا ابن الذين انت تعمل معانا كده، بان ده ما كنتش عايزاك اساسا. فالموضوع ده بيفضل كبير جوه البني ادم، ده طبعا طبعنا كبني ادمين. بالضبط. ولكن عايز اقول لك حاجه، انت ما تبص لها من بصي نص الكوبايه المليان، ان انت ضغطوا عليكي ونفرح بيكي ويلا وبتاع، في امري لله لبست وانا مش عايز اتجوز وهو مش عاجبني ومش عارف ايه، وكنت عمال يضايقني فربنا كرمني انه مشي قبل ما نتجوز ويبقى في عيال وتبقى في مشاكل وخناقات ونكد وغم ووشك يكرمش وشعرك يقع والحاجات دي كلها، وفي الاخر برضو تتطلقوا، يبقى يوم احسن. ان انا اسيبه. المهم اللي في اللي جاي يا اسامه، هو ده بقى اللي انا عايزه اخد رايك فيه اتفضلي. بجد يعني. انا بعديها تقريبا بشهرين، صاحبتي جابت لي عريس وشفته كده، هو انسان محترم وكل حاجه، بس في حاجه انا دي ما كانتش مواصفاتي في شريك حياتي، ان هو تقريبا اقصر مني شويه، وانا انت اصلا طولك قد قصير، ايه؟ انا 157 يعني، هو من تقريبا نفس طولي او حاجه كده، انا مش عارفه احسبها بالظبط. انت 157 157، 157 يعني هم انتوا جوز صغنطتين كده، بس انا 190، فبالنسبه لي 157 دي بتبقى مخيفه يعني. او هو كان بيقول لي 160 يعني، بس هو بصراحه هو ما يعني ما شافش النقطه دي قوي، او ما قعدنا وتعرفنا وجيت بيت وتقدم، وحصل مشاكل، ان عمي حصل يعني شد، او هو في حصل سوء تفاهم يعني على القايمه وعلى المؤخر والحاجات دي. بعديها بكام يوم ومفروض قرينا الفاتحة خلاص، وجي خدني في كافيه قعد يكلمني على القايمة وعلى المؤخر والكلام ده كله. أنا صعبت عليا نفسي أصلا، إنه أنت ليه يعني، أنا ليه أهلي يعني، أنا أصلا عمري في حياتي ما اتكلمت في حاجة دي، عشان كان والدي الله يرحمه هو اللي كان بيتكلم أصلا في المواضيع دي. الموضوع اتلخبط خالص، وأنا خلاص لأ أنا مش هكمل. هو بقى طبعا، هو طبعا اسلوب ان هو الزن الزن، وان هو بتاعه، لا خلاص انا حتى عندي هنا في البيت عمالين يقولوا لي انت لما هتتجوزي، انا قلت ان هو شخص محترم وكل حاجه وصفاته حلوه جدا يعني، قالوا لي لو انت اتجوزتي يعني بعد كده الشكل
او ان انت الحته ان انت كنت معترضه على الاسره او كده، دي في الاخر هتضايقك في فيما بعد في بعد الجواز. فبلاش تخوضي التجربه يعني وانت مش. بس انا اسالك سؤال يحسم الامر، اوكي بيوحشك؟ شوية بصراحة شوية شوية، بس مش بيوحشك بيوحشك يعني. لان هو برضو في حاجة نقطة ان هو انا يبعد. انا كنت يعني هو بعد وحصل يعني ان انا حاولت ان انا اقرب منه في عيد ميلاده واديله فرصة تاني عشان نصلح الامور، هو ما كانش بيرد عليا تقل خالص. يعني، فده اللي خلاكي تتكهربي شوية وتلتفتي ليه شوية. بالظبط. وبعد كده انا جالي واحد برضو تاني من طرف حد من قرايبي وهو كويس كل حاجه، بس طبعا صالونات وصلاح يعني بص يا صالونات بنت الناس، بحت جواز الصالونات مش وحش، بس ازاي يبقى صالونات صح؟ تعالي نقول علشان بس الناس تبقى عارفه، لما تكوني مش مرتبطه بحد وقلبك مش بيدق لحد ولا اي حاجه، وهو اساسا هكذا وما فيش فرص ان انتوا تتعرفوا بحد، لان انتوا ملبوخين في حياتكم والدنيا واخداكم، وحد عرفك بحد صالونات، قابلت في مطعم في كافيه في نادي في حته كده وقعدتي معاه، لقيتي دمه خفيف ودخل دماغك وضحكتي وهزرتي وبيضحكك، على فكره بيضحكك دي مهمه قوي في الاول، لان لما بيضحكك دي معناها انه دمه خفيف على قلبك، دي بدايه القبول. لما تكتشفي ان الحدوته كده وتبتدوا تتكلموا، يبتدي طبعا هو يمايس عليكي شويه وانت تقرعي عليه حبتين، وانا بحب وانا بحب، كلنا بنعمل كده في الاول، لحد ما ايه نحس ان في توافق بدا يحصل ما بيننا، ده بقى جواز عن حب، بس الوسيله صالونات. تعالي نلغي كلمه نحط عليها علامه اكس كده، كلمه صالونات هي وسيله تعارف. صالونات دي عارفه يعني ايه صالونات؟ صالونات دي بتاعه زمان قوي، اللي هو جاي عريس جايباه الخطبه، فجايب معاه امه وباكو وعلبه شوكولاته او شويه ورد، ولابس بدله، وحضرتك يقابل ابوكي وامك، وحضرتك تخشي بصينيه الشربات يشوفك يا عينك، ده جواز الصالونات. انما الدنيا ما بقتش كده، الدنيا بقت فلانه بتعرفك بعلان وعلان، زي بالظبط ما تعرفي على حد على الفيسبوك، تتعرفي على حد في الشغل، تتعرفي على حد في ايا كان، ما تحسبيهاش كده، اهم حاجه يشدك. تعالي بقى نتكلم على العريس اللي قبله. لو ما بتتلهفيش عليه وبتحبيه وحاسه ان انت هتقدري تقضي معاه حياتك كلها وانت سعيده، وتتمني له الرضا يرضى ويتمنى لك الرضا ترضي، ومالي عينك 100%، مفيش داعي تاخديه. ساعات ما بناخدش كل اللي احنا عايزينه، انما على الاقل يبقى بنسبه كبيره جدا في حاجات عايزينها، واولهم ان انا مشتاق له، انه بيوحشني، انه بيضحكني، انه دمه خفيف، اني بغير عليه، انه في حته كده لذيذه انا بعشقها، اني واني واني. لو مفيش دول يبقى بلاش من احسن.